هاي للكل، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. انتو عم تشوفوا فيديو اليوم. الفيديو اليوم جايز هو فلوج كتير كبير. اول شي سوري انه ما في مقدمة، بس اليوم الفيديو كله فلوج وعم جيب كم غرض. اللي ما بيعرف، انا عايش بطرابلس ورايح من طرابلس لبيروت كرمال جيب كم غرض وفلوج كمان، وبدي اعمل شي لليوتيوب مفاجأة عملكن عليها، اجيب كم غرض للجيمنج وهيك. فنبلش بهذا الفيديو، حطوا لايك سبسكرايب فعلوا جرس كما يسألكم كل شيء، اتركوا تعليق وعملوا شير، ويلا خلينا نبلش. اوكي جايز، في يوم فقت عليه الساعة 5 الصبح ايام، وما يعني صورت بس كان شكلي طالع كتير ويرد. فا اوكي، فتعرف فوت على الحمام، لبست، حضرت حالي واخذت تاكسي ورحت، وهيدا انا هيك شكلي لما في، بس منو مبين لانه كان كتير عتم وبالليل وهيك. وهون جايز طلعت على الكونكس، بتعرفوا ما فيني صور بس هيك كتير كرمال لانه بدي العالم انه تشوف انه قاعد عم صور بالكونكس وهيك. يس، وهلا كنت عم فتش محل لحتى اقعد، سوري انه الشاشة سوداء بس لانه كان بالليل. لقيت محل وقعدت، هيدا انا اللي قاعد جنبي بابا الا بده يروح معي يجيب كم غرض. ويس، كمان اتخانقت انا وياه، قلت له بدي اقعد جنبك، قصدي جنب الشباك، ما بده الا هو بده ياخذ الشباك، قلت له مشان صور فلوج. وهيدا هو، اعطونا الفيديو وبرجع لكم. بعدين رحت تروقت، والفطور كان كتير كتير طيب.
بعدين جايز شفت الغراض خلصت وبعدين رحت على المطعم، فرجيتكم المفاجأة. شوفوا جايز البحر شو حلو، جد كتير حلو البحر. وشوفوا جايز بعدين طلبت كابتشينو، عرفتوا راسي يعني بعد كل هالتعب. اوكي جايز، هلا انا راجع على طرابلس، هسه كتير بيروت، هلا نعطيه كونكس ليطلع. اوكي جايز، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفلوج اليوم. اذا بتكون يعني اعمل هيك فلوجات اكتبوا لي تحت التعليقات، وما تنسوا تحطوا لايك سبسكرايب، فعلوا جايز كما سالكم كل شيء جديد، اتركوا تعليق وعملوا شير. انا هادي بحبكم كتير، بشوفكم بفيديو جديد. باي جايز.